التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصلة. شوط تلو الآخر يطلق الشوط السادس الذي يحمل في طيات الجدان المفتوحة. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين الحاضرين في صباح هذا اليوم مع الأجواء الجميلة. هنالك نسير وإياكم مع أول المراكز، أول التحديات، مرهيل سعيد بن علي بن نواس الاكتبي من يقدم لنا مرهي على أول المراكز، بينما المركز الثاني دهام سعادة مصبح بن سعيد بن عجيد الاكتبي، بينما النغلة إلى المركز الثالث. الوصول والدخول من شداد يا سلام مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، والمركز الرابع الوصول والدخول مع رابع المراكز من شعار الحميري مقدم لنا. هنالك على المركز الرابع مشغل، او هنالك ايضا مشغل احمد بن صالح بن احمد بن خلف القبيسي من يتقدم ويقدم لنا مشغل على رابع المراكز، بينما النغلة الى المركز الخامس. هنالك الوصول والدخول الانضمام يا سلام من ايضا بيلسان محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي، بينما النغلة الى المركز السادس. الوصول والدخول الانضمام يا سلام، وصل وتدخل سلود لسمو الشيخ مكتوب محمد بن راشد المكتوب، طارش بن مبارك بالقوبعة الحميري من يقدم لنا انطلاقة سلود على سابع المراكز، بينما المركز الثامن الوصول والدخول الانضمام يا سلام على ثامن المراكز. هنالك اللي يتسلل من مركز الى مركز، الوصول من الليث سيف بن عبد الله بن غرير الاكتبي، والمركز التاسع وصل براق سيف بن محمد بن راشد بن محمد بن لص الخاطري، والمركز العاشر هنالك من الجانب الاخر الحضور مع عاشر المراكز، عاشر التحديات شموخ لاحمد بن طارش بن سعيد الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الندى للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على هذا الشوط. لكن العودة مشاهدينا متابعينا الكرام، العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية، إلى هنالك من يتسلل ويغير إلى المقدمة مشغل أحمد بن صالح بن أحمد بن خلف القبيسي على أول المراكز، أول التحديات، بينما المركز الثاني هنالك الوصول والدخول من شداد مطر، ايضا مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يقدم لنا شداد على ثانية المراكز، والمركز الثالث دهام سعادة مصبح بن سعيد بن عجيد الاكتبي، بينما النغلة الى المركز الرابع. هنالك الوصول من مرهية سعيد بن علي بن نواس الاكتبي يتقدم ويقدم لنا مرهية على رابع المراكز. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة إلى البداية، عودة إلى الصدارة، إلى مشغل ما زال محافظ على زمام الأمور. أحمد بن صالح بن خلف القبيسي يقدم لنا مشغل على أول المراكز، بينما المركز الثاني الوصول من شداد مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وكذلك الوصول على ثالث المراكز
مركز من دهام سعادة مصبح بن سعيد بن عقيد الاكتبي وصل الليث وصل الليث على رابع المراكز سيف بن عبد الله بغرير الاكتبي والمركز الخامس من الجانب الاخر بيلسان هنا لك محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي من يقدم شعار الاسماء الكبيرة الليث الليث من غير من استلم زمام الامور سيف بن عبد الله بغرير الاكتبي يقدم لنا الليث على اول المراكز ما شاء الله حيدن يجيب الاصر ساسة يسبق عصاته في الابطان مرفوق من بيع الباسة اللمبغ طلبه وسلطان الله 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 الليث الليث والعصا في الابطان سيف بن عبد الله بغرير الاكتبي سلام وتحية سلام وتحية قد مرنق على هذا الاداء المميز الجميل الذي يقدم الليث سيف بن عبد الله بغرير الاكتبي بالفعل من يصل الى خط النهاية معلن الفوز والانتصار المركز الثاني وصل هنالك ايضا براك سيف بن محمد بن راشد باللص الخاطري ثالث المراكز هنالك ايضا دهام سعادة مصبح بن سعيد بن عقيد الاكتبي ثانينا والناموس لمالك الليث سيف بن عبد الله بغرير الاكتبي بالفعل من حقق الفوز والانتصار 6 دقائق 13 ثانيه 60 جزء من الثانيه بالفعل توقيت الليث والعصا في الابطان فاجانا بالابتار الاخيره تهانينا لسيف بن عبد الله بغرير الاكتبي هنا ايضا هنالك ايضا على الفوز والانتصار هنالك على الفوز والانتصار تهانينا للجميع.